الايسر توصل المره دي عن طريق ميشائيل ديلجادو. يعر نقل في الجانب الايسر الى ميشائيل ديلجادو. ديلجادو وسع ديلجادو ولكن نايلسون ما ديلجادو اللي سجل للهلال. وكان سميحان النابت وفهد الرشيدي في الجولة الخامسة من الدور الأول. حمد اليامي من الجانب الأيسر مع الكرة. حمد اليامي يلعب على الأرض إلى ميشائيل. عدى ميشائيل خدمته الكرة جوه المنطقة العرضية على الجانب. معتز هوساوي غايب. انطلاقة من ميشائيل قصيرة أقوى مما كنت. وانطلاقة من ميشائيل ديلجادو من الجانب الأيسر البرازيلي. ميشائيل ميشائيل توغل ميشائيل لعب عرضية. مقسم المباراة وبيراهن على لاعبته. وهنا ميشائيل مع الكرة. ميشائيل ألماني اللي يلعب الكرة في الجانب الأيسر عند ميشائيل ديلجادو مع الكرة. ميشائيل ديلجادو يلعب البينية. حسن كادش هو اللي يقطع الكرة من قدامه. لسه المحاولة من جانب الهلال عن طريق ميشائيل. يا ولد يا ولد ضحك عليه ولعب عرضية ولكن مساحات للتعاون اللي بيحاول. ميشائيل ديلجادو يقطع الكرة من قدام عون السلولي مع الكرة. ديلجادو يلعب العرضية والمرة دي لمست وسط ميشائيل ولكن ضيق على المرمى وصدها وإلى ركنية من جهة التعاون. عنده تارجت يرجع للمباراة ويحاول إن هو يقلل الضغط الهلالي. وكأنه هنا الكرة عند ميشائيل ديلجادو بعد ما كان في تغيير مراكز كده على الأطراف بينه أبها ومع فريق كده حارس مرمى كاميروني أتذكره. بس نقول الكرة اللي موجودة على طريق ديلجادو يلعب البينية. ديلجادو كرة عند حمد الفريق على المرة دي. الانطلاقة ميشائيل مع الكرة. ميشائيل ديلجادو ديلجادو البرازيلي بيحاول. ديلجادو عايز يمر. ديلجادو يوسع لنفسه. ديلجادو ديلجادو هرب المان بكعب القدم إلى ميشائيل. ديلجادو ديلجادو دخل جوه المنطقة وتوكل لعرضية ولا الهلال. لان في الاول وفي الاخر جودتك في الدوري السعودي هتبقى لمسه على الارض عند ميشائيل ديلجادو. ديلجادو مع الكوره. ديلجادو على يساره اليامي الكوره لمسه اماميه الى ميشائيل ديلجادو مع الكوره. ميشائيل ديلجادو بدات تبان مساحات. يا ولد يا ديلجادو ايسر انطلاقه من جانب ميشائيل. ديلجادو مع الكوره. ديلجادو يحاول يمر. ديلجادو من طارق. يا ولد عدى عدى يا لعيب يا لعيب مع الكوره. شوف هنا طارق شوف عدى ازاي شوف عدى ازاي. برازيلي يا جماعه برازيلي يا كابتن اليامي. هذه الكره اللي موجوده عن طريق ميشائيل حافظ على كورته. مش يا ولد بوش رجل حرير عند ميشائيل ديلجادو مره ثانيه. وسع ميشائيل وسدد. لعب الكره لميشائيل. ميشائيل من الجانب الايسر. ميشائيل ميشائيل يوسع بكعب القدم لسلمان السريع من كانه لكره ملعوبه الى ميشائيل. ميشائيل 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 طمع فيها ميشائيل لكن لسه محافظ عليها. القحطاني عليك يا ابني القحطاني. لعب الكره الى ميشائيل ديلجادو. ديلجادو هرب 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 بالايسر. هنا الانطلاقه. ميشائيل لازال موجود في ارضيه الملعب. لسه موجود ميشائيل لسه موجود ميشائيل. اماميه ادي اللمسه من ميشائيل ديلجادو. ديلجادو ينقل واحده في الجانب الايسر الى تمريره اماميه حتى على مستوى لعبه الجولف. نشاهد المملكه العربيه السعوديه تنظم كل البطولات على مستوى الفروق. كره طويله لكن شوف هنا بقى ناصر الدوسري قطعها. النقلة في الجانب الأيسر. شوف بقى المحاولة. يا سلام يا سلام يا سلام.